بيثبت انه احسن من اللي عنا اياه راسا من نقول عليه. فكتير مهم واحد خاصه في كتير اخبار انه يتحقق من صحته وانه عن جد مدعومه بدراسات اللي اثبتت الفعاليه. اكيد اكيد هلا ما في شيء فعال اكثر منه. نعم شكرا لكم. بعد في السؤال الاخير لو سمحتي وسريعا جدا. شو هو الدايت الحمية النظام الغذائي قد ايه علاقته بالتجاوب مع العلاج؟ مين بده يجاوب عن السؤال؟ هلا مشان الدايت وحياتها ما في بروف مثل ما قالت الدكتوره تارك انه يعني ما في سبب يعني ما في دايت بيعمل بريديسبوزيشن لكانسر. الشغله الوحيده بالدايت انه في عنا بعض المراحل من العلاج بيكون في الطفل عم ياخذ ادويه مثل الكورتيزون هون ساعتها بيكون في عنا لازم نعمل افويدنس انه ياخذوا مثلا سكر وملح. هذه الشغله الوحيده بس ما في دايت بريديسبوزينج. في على هذا الموضوع انا عم تحكي على هاي جلوكوز هيدي اللي عم تحكيها انت. في دراسات اللي هي انعملت مش بالمرضى ببعض الخلايا اللي في دراسات على السكر. كل خليه بالجسم بتستعمل السكر لتكبر. خلايانا الطبيعيه بتستعمل السكر لتكبر وخلايا الكانسر بتستعمل السكر لتكبر. السؤال هل انا اذا خففت اكل سكر هالشيء بخفف الكانسر انه يكبر؟ ولحد هلا في بعض الدراسات اللي عم تنعمل ما في اي بروف انه واحد ممكن يقدر يحارب الكانسر بانه يوقف اكل السكر. وصار في دراسه هي يمكن انت اللي عم تحكي عنها اللي هو على الفيران مؤخرا ما صار لزمان يمكن سنه الماضي طلعت اللي الفيران اللي طعمهم اقل سكر كبروا التيومرز فيهم شوي اقل. بس هيدي بتعتمد على نوع التيومر كمان ولحد هلا بالناس نوع الفيران ما في اي شيء فرجة هالحقيقه. نوع الفيران. بدي اشكر حضوركم. بدي اشكر الاطباء اللي شاركوا معنا. الأطباء المؤسسين دكتور ميغال عبود يلي أول ما بلشت بالمركز بلشت معه ما بعرف هون النورسز لأنه قلتي شغلة كتير مهمة ما فيني قلك العلاقة شو حلوة بينهم وبين مرضاهم. وشكر لك دكتورة سمر من أي أيام مكافحة مع هالأولاد وحدهم والأطباء الجداد والقديمين اللي انضموا للفريق. بدي أشكر دكتور بعصيري شكرا لك. بدي أشكرك كمان دكتورة ندى سبيتي. بدي أشكرك دكتور كبارة. بدي أشكرك دكتورة صعب دكتورة موقت ودكتورة تارك. شكرا لكم. شكرا للحضور معكم للوحدة ونص فقط لغير بريك. جربوا تاكلوا بلا عصر هضم ومنرجع بتابع المؤتمر جلساته على الوحدة ونص تماما. شكرا لحسن متابعتكم.